الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. يقول شيخنا: ما حكم صلاة الضحى؟ صلاة الضحى سنة، لا جرم أنها سنة، فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأوصى بها أبا ذر كما ثبت ذلك في الصحيح عنهما، وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل وقت النهي قبل الزوال، فإذا صلى الإنسان في ذلك الوقت فقد أدرك سنة الضحى. والأفضل تأخيرها لحديث زيد بن أرقم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والله أعلم.